انا اليوم مثلا اذا بدي اضطر اطلب ربطة حق ربطة خبز من الوالد، يعني شيء مخجل. انا بدال اليوم ما ساعده عم بطلب منه. انا اليوم ابني اذا بده بسكوتي حق بسكوتي، شو قيمتي البسكوتي؟ بدي اقول له عن جدك مثلا. انا عبد الله الحسين من منطقة معروة النعمان الريف الشرقي. انا بال 2015 كنت طالب جامعة ادرس مادة الجغرافيا في الجامعة، وللأسف بسبب الظروف الأمنية لم أستطع أن أكمل دراستي. أنا اليوم متزوج، لدي 4 أطفال، معيل الأسرة. لقينا كثير مشاكل فيها النزوحات، وخاصة فيها 3 سنوات وفي شح الوظائف في الشمال السوري، لا سيما الوضع الفقر والحرمان اللي منتشر بشكل واسع جدا ضمن فئة الشباب اليوم للأسف الشديد. اليوم انا كمعيل الاسره حاس حالي يعني مثل عاهه على المجتمع، ومثل امثال اليوم ما عم لاقي فرص عمل، على الرغم من انه امتلك خبره مثلا في الحاسوب، في برامج الحاسوب بشكل عام مثلا، لا سيما عن العمل الانساني، عمل الانسان في المنظمات. ورغم هيك في عندك اليوم روابط كثير على مجموعات فرص العمل، على الواتساب، على مواقع المنظمات بالفيسبوك مثلا، مقدم عليها، السي في موجودي. بس للأسف عم نصدم في واقع انه لك حدا عم يمشي حالك، مالك حدا ما عم يمشي الحال. يعني صرنا 3 سنين 2 وشي مثلا قاعدين على حطة ايدك، ما في حدا معتبرك خالص، ومثلي امثال من الشباب. واقع اليوم مؤسف جدا للشباب السوري. عم نلاحظ هجرة غير مسبوقة باتجاه تركيا ومن تركيا الى اوروبا في سبيل تأمين العيش الكريم. حرام اليوم الشباب السوري يعني عم ينتحر. شو يعني هذا المركب اللي امس اللي قلب فيها الموج البحر راحوا فيه شي 100 شخص، هدول لهم أم لو حياة كريمة ما صار فيهم هيك.